بسم الله نبدا كرياتين من افضل واهم المكملات الغذائيه وارخصهم كمان مكون من ثلاث احماض امينيه جسمك ينتج الكرياتين بشكل طبيعي 95% من الكرياتين يروح في العضلات والدماغ والمتبقي يحول الجسم لطاقه يقدر توفر الكرياتين مصادر اللحوم الدجاج الاسماك ويجيك على شكل مكمل غذائي وهذا الحل الافضل وفي هذا الفيديو بقول لك فوائد الكرياتين الجرعه اليوميه وافضل وقت تاخذ فيه الكرياتين فوائد الكرياتين واحد زيادة التركيز اثنين محاربه الاكتئاب ثلاثه محاربه مرض السكري اربعه تخفيف التعب والارهاق خمسه الحد من الامراض مثل مرض الزهايمر زيادة هرمون السعادة سبعة تقوية وزيادة الكتلة العضلية ثمانية تحسين الأداء الرياضي تسعة زيادة الطاقة وحرق السعرات عشرة تقليل وقت الاستشفاء وخمسة جرام يوميا جرعة مناسبة بتقدر تأخذه أي أيوة وقت قبل أو بعد التمرين قبل النوم أو الصباح المهم إنك تلتزم بالوقت اللي أنت تحدده وتستمر عليه نتائج الكرياتين تراكمية يعني بياخذ وقت عشان تشوف نتائج بس بالأغلب من شهر إلى شهرين تشوف وبتلاحظ فوائده على جسمك يعطيك العافية مشاهدة سلام